ومن مسائل المسح على الخفين أن الإنسان لو توضأ ولبس الشراب ثم أحدث فمسح فخلع شرابه هل ينتقض وضوءه؟ أنا مثلا كمثال أتيت إلى الجمعة وأنا على وضوء وقد لبست الشراب، صليت بكم الجمعة، حصل مني حدث، فلما جاء العصر الساعة الثالثة مسحت على الشراب، فلما مسحت على الشراب أنا على وضوء خلعت الشراب، هل ينتقض وضوئي أم لا؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء لأن هذه طهارة ثبتت بمقتضى الشرع، فلا يكون هناك نقض وضوء، يجوز لي أن أصلي بهذا الوضوء، لكن لما خلعت فأردت أن ألبس الشراب مرة ثانية لكي أمسح، نقول لا، لما؟ لأنك لبست الشراب هنا على طهارة مسح، لم تلبسها على طهارة غسل.